تكاتف مع إبراهيم الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا في كل مكان عبر إذاعتكم وجدتكم السعودية ألف ألف أفا. بثيم غير العادة خلينا نقول هالمرة في تكاتف، راح أطلع عليكم في سؤال، خليني أسميه سؤال شوية يعني كثير من الناس تختلف في إجابة هذا السؤال. راح أتكلم عن موضوع جدا مهم، لكن قبل أبدأ في هذا الموضوع خليني أذكركم بأرقام تواصلنا 011-217-8585 أو رقمنا الثاني 012-616-1100. أبو خليل مخرجنا إبراهيم عكيري، أبغى اتصالات يا أبو خليل، أبغى اتصالات، أبغى أعرف من الناس، أبغى أعرف رأي الناس في الموضوع هذا. برضو خليني أذكر بحسابنا على تويتر، لأن حطينا التصويت على حسابنا اللي هو ALIF ALIF FM. الموضوع حقيقة شيء يعني اختلف فيه ناس كثير، اللي هو الناس أو عمال النظافة اللي في الشوارع. كثير نشوف ناس تعطيهم مبالغ مادية، يعني كل ما شاف واحد أعطاه 5 ريال 10 ريال، إن شاء الله إنه النية صدقة، يعني النية خير، لكن بالمقابل صار عامل النظافة يعني لو هو في آخر الشارع وشوفك هناك يجيك نان عندك يخشف عينك ويقول لك سلام عليكم، يعني أعطيني فلوس. وصلت للمرحلة هذه، فهل أنت مع إعطاء مبالغ مادية لعمال النظافة أو لا؟ في كثير ناس تقول يا أخي يبقى مسكين، يبقى يعني محتاج، يبقى فقير، يبقى جاي متغرب من بلده، يعني فعلا هذا كلام منطقي. لكن كثير ناس تقول لك لكن أنت قاعد تزرع عادة، وتزرع يعني عادة خاطئة، وأعتقد أنه يعني صارت حتى تسول، وأكيد الحكومة يعني جزاهم الله خير تكفلوا بهذا الموضوع، اعتبروها من مكافحة التسول. لكن خليني أشوف رأي الناس، رأي أكيد اختلف في ناس كثير. في عندنا تصويت حطيناه في حسابنا في تويتر، هل أنت مع تقديم مبلغ مادي لعمال النظافة أو لا، مع الصدقة خلينا نسميها لعمال النظافة أو لا؟ تقريبا أو خلينا نشوف، نعم 50 صوت حتى الآن تونا حطيناه، 50 صوت وصلنا، 68% يقولون نعم، 32% يقولون لا. إبراهيم عكيري أنت مع مين؟ خلينا نورط المخرج. إبراهيم عكيري يقول عنده بوينت يا إبراهيم. بالله إبراهيم جهز اتصالات على بال ما نقول البوينت حقك، على 011-217-8585 أو رقمنا الثاني 012-616-1100. إبراهيم يقول قاعد في الشمس حرام، لما هو يكون جالس في الشمس ويشتغل الفترة هذه كاملة وينظف الشارع وينظف، صراحة يعني نرجع للمشكلة من أساسها. أعتقد المشكلة يعني فينا إحنا يا جماعة، لما الواحد يعني حتى لو كان الموضوع شيء بسيط يقول لك والله منديل، يفتح شباكه يا اخي منديل، انت لوثت المنطقه. يعني اذا احنا يعني قاعدين نقول والله عامل النظافه قاعد يشيل الوسخ، يا اخي انت ابدا بنفسك، حل المشكله من نفسك، حاول انك انت يعني تحط لك لو كيسه في السياره ترمي فيها الوسخ، نهايه المشوار اخر المشوار تحط الكيسه هذه في زباله كرمكم الله او شيء، ولا انك انت يعني تضطر انك انت توصل للمرحله هذه تقول والله هم يعني قاعدين ينظفون الشوارع من وسخنا وما ادري ايش كذا لازم نعطيهم فلوس. لا، في النهايه انا اعتقد يعني انا خالف مخرجنا، اعتقد انه صار فيها نوع من انواع التسول. اما عن نيه الصدقه، ان شاء الله نيه الصدقه موجوده، لكن نفس الشيء في المقابل صارت عاده، يعني اعتقد تتفقون معي كثير، مش بس في السعوديه، في كثير من دول الخليج وصلت الى انها تصير يعني زي العاده. العامل صار حتى في المولات تشوفه يمشي ورا الاسره، يعني حتى الحين مخرجنا قاعد يقول لي كلمة لكن أنا ما أدري عن صحتها صراحة، لكن يعني خلينا نقول على ذمة الراوي الله يعينك أبو خليل، يقول بعضهم صار يربي لحية، يعني يأخذها من جانب أنه والله جانب ديني بحت، أنه احتاج صدقة. فيعني فعلا الموضوع أعتقد أنه هو وصل إلى خط أحمر أو وصل إلى حدود كبيرة، مفروض أن احنا يعني نتعامل معها كشعب. الحكومة مشكورة أكيد أنها تولت هذا الموضوع، لكن احنا برضو لازم نلتزم بقرارات الحكومة. هذا تسول. أعتقد قبل فترة كان عندنا ضيف في برنامج مشوير مع زميله هلال الفراج، قدمنا له هلال الفراج في فترة من فترات، كان عندنا ضيف وتكلم عن هذا الموضوع برضو من ناحية قانونية، أو عفوا تكلم عن هذا الموضوع، هو شخص كان ممثل للبلدية أو شيء، فذكر أن هم يأخذون راتب جيد، يأخذون تأمين على الصحة، يأخذون تذاكر سفر. ترى الرواتب يا جماعة اللي يشاع أنهم يسلمون 300-400 ريال، هذا غير صحيح، يأخذون مبالغ أكبر من كذا، غير التأمينات اللي يحصلون تأمين سكن، عفوا تأمين صحي، غير أنهم أصلا لهم سكن مؤمن لهم السكن. فأعتقد أن احنا لازم نعيد حساباتنا في أمور كثيرة
لأن هذا الشيء في النهاية يولد خلينا نقول عصابات، معلش على الكلمة هذه، لكن فعلا قد تنشأ عصابات خلف هذه الأمور. شوف حتى بعض المرات أطفال صغار، طفل صغير يعني مرسول، وتشوف بعض مقاطع الفيديو اللي نشرت في السوشيال ميديا أن هذا الطفل أصلا مو عارف، ياخذ الفلوس يقول لك أنا مطلوب مني أجمع 30-40 ريال في 50 ريال في اليوم، مطلوب مني. معناته خلف هذا الطفل في عصابة خلف هذا الطفل، فلازم احنا نتيقن وننتبه يعني من هذه الأمور. الصدقات يعني للصدقات جهات رسمية يعني معتبرة لمثل هذه الجهات، الواحد ممكن يروح لجمعية مختصة بمرضى السرطان عافانا الله وإياكم، أو يروح للمراكز ذوي الإعاقة أو شيء ويتصدق عليهم، أو يتوجه إلى القنوات الرسمية المختصة بالتبرع الخارجي، أعتقد مركز ملك سلمان للإغاثة هو الجهة المسؤولة، عشان يكون أو عشان يتبرع. أما مثل هذه الطريقة يعني نحتسب النية صحيح، لكن برضو الواحد يعني يكون حذر وقلق من مثل هذه الأمور. أذكركم برقم تواصلنا اللي هو 011-217-8585 أو رقمنا الثاني 012-61-61-100. راح أطلع فاصل بسيط، لكن راح أرجع بعد الفاصل أتكلم في ناخذ اتصال أبو خليل. يلا ناخذ اتصال، مخرجنا شوي أشفق علينا قال خذ اتصال، يلا نقول ألو. ألو، هلا وسهلا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك وسهل خير. هلا حبيبي، مين معانا؟ أنا عايز معك أخوك عبدالعزيز الميرابي. عبدالعزيز من وين عبدالعزيز؟ من وين تكلمنا عبدالعزيز؟ من جدة حبيبي. من جدة عبدالعزيز. كثير يعني عند الإشارات خلينا نقولها في مواقف السيارات نشوف العمالة، العمالة هذه تجيك لين عندك لين باب السيارة، تسلم عليك والنية يبغى فلوس. إيش رأيك في الناس اللي تعطيها فلوس؟ هل أنت معه أو ضد؟ ضد. ضد ليش؟ ضد لأنه صار استغلال، صار يسيب المهام حقه جاي يسلم عليك كله عشان يستعطفك صراحة. أي نعم الواحد بيتصدق، بس يعني هذا يخليها إجباري عليك لأنه هو يقعد يسترحمك يعني يستضعف نفسه. طيب هو أصلاً ظروفه ما تستدعي أنك أنت تشفق عليه يعني عبد العزيز؟ الشمس والتنظيف الشوارع. صحيح. هاي عبد العزيز قول لي يعني الظروف هذه ما تخليك تقول والله هذا الشخص قاعد ينظف في الشوارع، ينظف شوارع يعني ينظف بلدنا، يعني ما تحس انه يستحق فعله بعض الشيء؟ هو يستحق بس مو بنفس الاسلوب اللي او بنفس الطريقه اللي هو يجي يعني يطلب فيها هذا الشيء. يعني من نفسك انت تلاقي نفسك، انت اذا شفت واحد اذا كنت في مطعم مثلا انت بتجي بتقول ايش تبغى اوكي تحاسب عنه اوكي، لكن الحال اللي هو يجي فيها هي دي اللي انا ضد. بس انا اعتقد والله مو ضد انه الواحد يعني تصدق وانه الواحد يدفع وانه الواحد يعطف على المسكين. انا اعتقد اني متفق معك تماما عبد العزيز، يعني فعلا حبيب قلبي الاسلوب هو الاسلوب هو اللي خاطئ. نعم صحيح الاسلوب. شكرا عبد العزيز حبيب قلبي. ذكر عبد العزيز شيء جميل جدا، ذكر انه ممكن هو في مطعم، يعني شوف ما خلى الموضوع مقابل مادي، لا قال هو في مطعم انا اشوف ايش هو يبغى ياكل اطلب له معي. يعني هذه صراحه فكره جدا مميزه، لأنه هو أطعم تأكد بنفسه من قيمة المادة اللي دفعها، أنا فعلا يعني كان لها أثر جدا إيجابي ومباشر واضح بالنسبة له. شكرا عبد العزيز على هذا الطرح. راح أطلع فاصل أرجع بعدها أكمل معاكم مشوار برنامج تكاتف، استقبل اتصالاتكم وتفاعلكم. يلا فاصل بسيط نرجع أكمل مشوار، خليكم أصلا. تكاتف مع إبراهيم الدوسري. حياكم الله من جديد في برنامج تكاتف، ورحب فيكم أنا إبراهيم الدوسري. إيش رأيك يا أبو عكيري كذا تمام؟ هذا مخرجنا يقول ابتسامتك جاهزة. هذا طبعا السيكرت السر حق إبراهيم عكيري، قبل دخلنا اللايف دائما يقول هل ابتسامتك جاهزة؟ ما يقول أنت جاهز، هل ابتسامتك جاهزة؟ إذا قلت له نعم يقول يلا ادخل لايف. طيب شكرا يا أبو عكيري يعطيك العافية. راح نرجع نكمل في موضوعنا، بس خلينا نذكركم قبل برقم تواصلنا 011-217-8585 أو رقمنا الثاني 012-61-61-100. السؤال حق الحلقة أو سؤال الحلقة، العمالة اللي موجودين في الشوارع نظفون الشوارع الله يعطيهم العافية يكتب أجرهم، والقائمين كذلك على مثل هذه المشاريع الضخمة، خلينا نقول عن العمالة
كثير من العمالة للأسف يعني بأسلوب غير جيد، يجيك عند باب السيارة يستعطفك يبغى منك فلوس، يعني اختلف فانقسم الرأي في الموضوع هذا. ناس تقول والله يا أخي عمالة وفقراء ومغتربين وجايين من بلدهم ليش ما نعطيهم، وناس تقول لك لا والله أسلوبهم غير جيد. ولكن كان الفيصل أعتقد في قرار حق منع التسول ومكافحة التسول، كان في قرار من حكومتنا الرشيدة في هذا الموضوع، لكن لا زال في ناس كثير يعطون. وحطينا احنا تصويت في حسابنا في تويتر، نبغى نشوف يا اخي انت مع الناس هذه، مع انك تعطي مبلغ مادي 5 ريال 10 ريال، يعني تقريبا حدود المبلغ للعمالة هذه، او تشوف انه والله هذا شيء ممكن يربيهم على التسول او يعودهم على التسول. الى الان التصويت عندنا 68% او 70% عفوا، 70% قالوا نعم والله انا مع اني اقدم لهم مبلغ مادي، 30% قالوا والله لا، يعني هذا ممكن يسبب انه يصير في عادة غير جيدة. وأنا صراحة أتفق مع اللي قالوا لا، لكن خلونا نأخذ اتصالات. أبو عكير جهز الاتصالات على 011-217-8585 أو رقمنا الثاني 012-616-1100. خلوني أبدأ بزميلنا عبد المجيد. عبد المجيد طاسان أبو حمد، مساك الله بالخير أبو حمد. مسيك برضه والسرور يا أبو خالد، كيف حالك يا عسل؟ يا أهل وغلب الغالي والله. الله يطول عمرك. أول شيء موضوع جدا شيق وجاب وقت مهم. شكلك واقف عند شارع يا أبو حمد. والله أنت صدتني وأنا طالع بالشارع. أول شيء تشرف المشاركة معك في برنامج كاتب وأنك على هذا البرنامج. الله يسعدك. وخلني أذيع سرا عنك أنك أيضا أنت تعمل في مركز الملك سلمان، ويعني قريب من العمل الخيري، فالله يجزاك خير دنيا وآخرة يا أبو خالد. هذا تصريح غير رسمي أنا ما. يعطيك العافية يا أبو حمد. الله عافيك. نعم. لا بس أبو خالد خلنا بقول لك نقطة جدا مهمة. الحق يقال، يعني اللهم لك الحمد، بذرة الخير موجودة في جميع الخلق، يعني كلنا نحب فعل الخير، وبالأخص بالأوقات هذه الحر لما تشوف بذات عمال النظافة يشوفهم الواحد بالحر يعطف عليهم، يقدم لهم شيء، إذا ما قدمهم طبعا مساعدة نقدية تلقى يقدم يا موية يا عصير يا شيء من هالأمور هذه، خصوصا أن الأجواء حارة وهم يعملون في أجواء حارة جدا، فهذا شيء طبيعي تكون بذات الخير موجودة. لكن للأسف في أحد مدن المملكة، عشان ما ودي أذكر اسم المدينة عشان لا أحد يزعل، شفتها للأسف عادة عند العمالة اللي تنظف، يجي عندك ويناظرك، يعني اللي يقول عطني. أنا لاحظتها للأسف في أحد مدن المملكة، ما ودي أذكر اسم المدينة عشان لا أحد يزعل. والله أنا لاحظتها أبو حمد في كل مدينة رحتها لاحظتها صراحة، بس في المملكة عندي شوف أنا صارت عادة، يعني وهذا دليل كرم الشعب عندنا. الشعب ما شاء الله معطاء. إيه معطاء. أنا أقولك أنا من سكان الرياض، ألاحظها بالرياض، لكن المدينة اللي قلت زرتها لا تلاحظهم يعني تقريبا بنسبة كبيرة جدا. يعني خلنا نقولك بالرياض في نسبة، أنا ما ودي أعطي رقم محدد، لكن هذيك خلنا نقول السواد الأعظم منهم تلقي يعطيك نظرات، ينتظر منك شيء، يمر من عندك، يحط عينه بعينك بشكل للأسف وقح. طبعا في لفتة لازم ننتظر لها، للأسف ترى الشركات المشغلة اللي تتعاقد مع وزارة الشؤون البلدية والقرية، خلنا يعني أتكلم لك بشكل صريح، بعضهم يقولون رواتبنا جدا قليلة، ما تجي بوقتها وتتأخر، ويعيشون أوضاع صعبة عشان لا أحد يظلمهم، يعيشون أوضاع صعبة بسبب الشركات المشغلة المتعاقدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أمانة المدن. يعني ما أدري الشركات هل تتعاقد مع هذا، طبعا تنظيم حكومي إحنا ما لنا فيه، لكن الشركات هذه المشغلة التعاقد مع الحكومة للأسف يضعون العمالة بعضهم البعض وليس الكل في أوضاع سيئة، الرواتب تتأخر، يعطونهم راتب أقل من المتعارف عليه، مثلا تلقى بالعقد راتب 400 ريال، يقول له تبغى 200 ريال وتوقف على الله. وللأسف وهذه ظهرت بحد البرامج المشهورة بالتلفزيون، طلعت وسوى لقاء أحد المذيعين معه وقال أنا أستلم 250 ريال، ظهرت بشكل صريح، يعني مش الشيء اللي أقوله مش سر. لكن أبو حمد، إذا تكلمنا عن الجهات الحكومية، يعني كان عندنا من بلدية أو أمانة جدة، ما أدري والله إيش كان اسمها، لكن كان عندنا ضيف في يوم من الأيام تحدث عن هذا الموضوع وقال هم يأخذون رواتب جيدة، يأخذون حتى بدل عفوا يأخذون تأمين طبي، عندهم السكن مؤمن، فأعتقد أنهم يأخذون حتى أكثر من 500 ريال، يأخذون 800 ريال أو 700 ريال فهذا مبلغ. أنا أتكلم لك بعض الشركات المشغلة اللي تعاقد، لأن أنت تعرف يا أخوي أبو خالد، أنا هذا اللي أسمع شفع عشان لا أكتمسك، اللي نسمع من بعض العمالة يقول هذه رواتبنا وحنا نعيش وضع سيئة. يعني أنا أشتغل بحد القطاعات، يقول لك والله أنا راتبي هالقد ورواتبي متأخرة. أنا طبعا ما أدري هذا مصادقين أو كاذبين، لكن أنت تعرف بعض الشركات المشغلة
اللي تكون متعاقدة مع جهات حكومية أحيانا بعضهم تأخرون بالرواتب، وفي شركات بقضاء خاصة تأخر بالرواتب. طيب أبو حمد، يكون أوضاعهم صعبة. إيه أبو حمد خليك معي على الخط، لا تكفر، خلي أبو حمد معنا على الخط. إبراهيم عطني متصل. طيب يلا نقول ألو. هلا، حياك الله حبيبي، تعرف عليك. سيف الزهراني، كيف حالك يا سيف؟ من وين تكلمنا يا سيف؟ من الرياض. سيف، وش رايك في الناس اللي تعطي العمالة؟ هل انت مع او ضد العمالة اللي عند اشارات المرور او في الشوارع تشوفهم؟ هل انت مع انك الواحد يعطيهم مبلغ بسيط اذا شافهم او ضد؟ اي نعم مع. والسبب؟ والله اليوم دنيا وبكره اخره، تجي في الاخر ان شاء الله، يعني صدقه طيبه وفيها بركه. دافع ديني يعني. دافع ديني. طب في قنوات رسميه لمثل هذه الامور يا سيف؟ في يعني في جهات تستقبل تبرعات تتكلم عن، او تروح ممكن في قنوات رسميه، لكن هذا ما لهم احد غير الله، ثم اللي بيعطيهم يعني ما لهم احد. القنوات الرسميه ما تبنت هم صح موظفين، بس زي ما ذكر الاخ على 500 على 600 500 600، احنا ما تعدينا بنزين مده اسبوع، يمكن احنا نتعدي 300 400، يعني مبلغ مره ما يذكر راتبه يعني. صح. عادي 10 او 15 ما تسقف الواحد يعني. صادق، شكرا لك سيف. سيف وجهة نظر برضو جيدة وتحترم، شكرا لك سيف، يعطيك ألف عافية حبيبي، والله يتقبل منه ومنك إن شاء الله. يلا ناخذ اتصال ثاني، نقول ألو. ألو ألو حبيبنا، أنت على الهواء على الخط. وبعكير خلاص، أعطينا اتصال اللي بعده. يلا أبو حمد معنا مرة ثانية. معك، الله يسعد قلبك أبو حمد. شفت الأخ سيف اتصل، ذكر انه والله يعني ما لهم الا احنا حسب كلامه، لكن انا ما ادري يعني، انا اعتقد ان الجهات الحكوميه والجهه المسؤوله عنهم تتبنى يعني اكيد الجزاء المادي لمثل هذا لمثل الموظفين. ايش رايك في الكلام اللي ذكره صح؟ انا اقول لك اول واخير يا ابو خالد، انا مع التواصل مع الجهات الرسميه، اللي عنده صداقات او شيء يتواصل مع الجهات الرسميه افضل. طبعا لو تعرف، واحيانا بعض الامور ما تخلو من الامور الانسانيه، اذا انت تعرف الحاله ومتاكد منها وتبي تساعدها لوجه الله بينك وبين الله، هذا شيء راجع للشخص، شيء بينك وبين الله. لكن فعلا اذا كنت انت ما تعرف شخص بعينه محتاج ولا انت متاكد من الحاله، لا، افضل شيء انك تتجه للقنوات الرسميه وتتصدق. وبعدين ترى على فكره يا ابو خالد، انت ذكرت مركز الملك سلمان للاغاثه، مركز يقدم مجهود جبار، وانا اتابع اعمالهم. يعني خلنا نضرب لك مثال فقط، في دولة اليمن الشقيقة اليمن السعيد، أكثر من 5 مليون شخص استفاد من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذا شيء موثق وموجود. فشيء جميل أنك تقدم صدقاتك عبر القناة الرسمية وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة. نعم صحيح، يعطيك العافية. طبعا مركز الملك سلمان تكلم عن الجهات اللي تعمل، الجهة اللي تعمل في الخارج، هو الذراع الإنساني الخارجي للمملكة، أكيد في قنوات رسمية برضو للداخل. خلينا نأخذ اتصال بعد. وحتى معلش نقطة أخيرة أخوي، تفضل. حتى الجهات الداخلية اللي بعضهم يقول أنا أفضل إني أصدق الجهات الخارجية، يا أخي أنت حسابك بالبنك، في بالبنك إذا تبغى تبرع في بالبنك حاطين لك الجهات الخيرية بمختلف أنواعها، سواء الجهات اللي تقدم رعاية صحية عن طريق السداد، عن طريق السداد تحول، يقول لك تبغى جمعيات خيرية، التحويل لما تدخل حسابك تضغط تختار تحويل، يقول تبي تحول الجهات خيرية جمعية خيرية، تضغط يطلع لك كل الجمعية خيرية وتحول وانت جالس في بيتك، تضغط تصير تحول أي جمعية خيرية، اختر أي جمعية خيرية تبغاها وانت تحول لها. يا سلام عليك، وبكل بساطة. طيب أبو حمد خليك معنا الخط، ناخذ اتصال أخير، نقول ألو. أي مساء الخير، حياك الله خالد، من وين تكلمنا خالد؟ من مكة حبيبي. من مكة، حياك الله خالد. خالد أعطيني رأيك في الموضوع خالد، نتكلم عن تقديم الصدقات أو مقابل المادي للعمالة. انا والله رايي اني اعطي صراحه وامارس الشيء هذا، لانه اولا القنوات الرسميه ما توصل للاشخاص هذول، يعني رواتبهم زهيده جدا ما تتعدى الألف. انت تتكلم عن الجهه المشغله، او تتكلم عن اللي الجهه اللي تمنح الاجر المادي؟ نعم. إيه؟ نعم مش القنوات الرسميه التبرعات. نعم القنوات الرسميه، يعني لو كان واحد معه مبلغ مثلا شهري مستمر فاعطيهم. نعم. لله ولوجه الله. أيه. صحيح وجهة نظرك خالد، يعني تتكلم عن أن الواحد بعض المرات ممكن يكون في جيبه باقي 3 ريال 4 ريال وشاف عام. نعم. تكون يعني فرصة، كانت مكسب وفرصة له. طيب وجهة نظر تحترم يا خالد، يعطيك العافية حبيبي خالد. يلا اتصالي بعد، ناخذ اتصال. يلا مخرجنا يقول يلا خذ اتصال، خلنا ناخذ اتصال، نقول ألو. ألو هلا عبد الله، حياك الله عبد الله. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله أخوي عبد الله، كيف حالك يا عبد الله؟
حياك الله، مساك الله بالخير اخوي، حياك الله. مساك الله بالنور والسعاده. وين تكلمنا عبد الله؟ معك عبد الله الشهري من ابها، الله يسر امرك. حيا الله عبد الله وحيا الله اهل ابها. الله يعطيك العافيه وحياك. ها يا عبد الله اعطيني رايك. بالنسبه لموضوعات هالسين، يعني انا بيني وبينك لاحظها كثير عند الاشارات، لاحظها حتى في العماله الموجودين حتى في الطرق. انا في عسير هنا، الطرق بعيده واحيانا تكون بعيده عن العمران، موجودين يشيلون الاوساخ اللي يعني هم سبب وجودهم، احنا اللي سبب فيه. نعم. يعني عند الاشارات رمي مخلفات، يعني حلو ما نرمي مخلفات من النوافذ، ما نرمي مخلفات في الشوارع. صح، ما كان احتاجنا هالعدد الكبير. اي نعم، فحنا السبب فيهم. انا اعتبر بيني وبينك يعني انا احيانا الواحد يعطي فلوس براء لذمته، لاني انا يعني السبب في وجودهم في الشمس، وجودهم في الاوقات هذه، لان يعني كل الشعب كل اغلب الناس يرمي النفايات من الذا عادي جدا. يعني المنتجات نفس الحكايه، يجونا احيانا يشيلون اوساخنا ويشيلون نفاياتنا نرميها احيانا. يعني تحترق، يعني شخص ترك هذا وترك هذا ويشيل اوساخ في وقت شمس في مناخ مختلف، برد احيانا احيانا حر احيانا. عاد انتوا عندكم براد يا عبد الله. ابو حمد عندهم براد اهل ابها يا ابو حمد؟ والله يعني الحمد لله هم يعني حظهم زين، هم اللي موجودين عندنا هنا في البراد. لكن اقول لك احيانا والله تحس بالنفس يعني ان هذول احنا سبب في تواجدهم. يعني احنا اماطه الاضاءه عن الطريق صدقه، احنا نعتبرها الواحد تبي الذمه، ما دام اني انا ارمي من النافذه انا بدي ذمتي، انا ساهمت اني اشيل النفايات دي واعطيت صدقه ولا فرض ذمتي. صحيح يا ابو خالد. ابو خالد بس تفضل. ابو حمد كريم، اول شيء الاخ الكريم يقول انا ساهمت، طيب انت تسوي شيء غلط، طيب ليش انت ما تشيل النفايه وترميها في المكان المخصص؟ يعني انا الاخ كان اي بس يا غالي، كانك انت تقول ان الامر عادي انه اغلب الناس ترمي النفايات بالشارع، كانه هذا امر صحيح. مع ان يا اخي ديننا دين الاسلام حثنا على النظافه واماطه الاذى على الطريق صدقه، ومن الايمان اماطه الاذى على الطريق. الحين انا كلمك، انا طبعا في عسير وعندنا منتزهات احيانا تصبح منتزه، يعني يحترق. يعني ما تبي احيانا، يعني احيانا حتى تحس اولادك انهم يشيلون اوساخ، وذا احيانا تشوف العامل يجيك حتى وهو جالس انت واسرتك يجي يشيل. فاحنا اللي اوجدناهم، يعني احنا اللي اوجدناهم. نعم. يعني لو تكاتفنا وكل واحد سال نفاياته، ما اتوقع انك بتشوف عامل يلحقك في المنتزهات يشيل الاوساخ. صحيح عبد الله. هذه يعني احنا اقول لك سبب فيها، وان شاء الله نتوقع ان شاء الله. انا يعني على مر السنين اشوف في وعي بين الشباب، احيانا تشوف ناس يشيلون حياتهم يشيلها في الله يكرمك في كيس ياخذها معاه، في ثقافه، لكن يبغى لها وقت يعني. نعم. يعني اقول لك احيانا الواحد ما يعطي فلوس ممكن يكون يعتبرها تبرير ذمه او نعم. عبد الله وجهة نظر يعني جديدة في هذه الحلقة، تحترم كذلك، يعطيك العافية، أتفق معك في بعض ما قلت. شكرا حبيبي عبد الله، شاركتي معكم والله يعطيكم العافية. الله يسعدك وشكرا على هذا الاتصال عبد الله. طبعا أبو حمد تكلم عن نقطة ذكرها مهمة الأخ عبد الله، يقول أنا يا أخي يوم من الأيام كنت سبب، أنا مش كعبد الله كمواطن سعودي، يوم من الأيام كنت سبب يا أخي إن هم يكونوا موجودين عندنا. تتكلم عن حتى في كثرة عددهم، ممكن لو احنا صار عندنا وعي اكثر، وهذا الشيء قاعد يصير مع الايام، ممكن كان قل عدد العمالة حتى. فانا هو ما اخذها من ناحية والله كصدقة، لا كتبرئة ذمة، وجهة نظر جديدة. احترم وجهة نظر اخ عبد الله، بس انا يعني ما ودنا ان نخلي الشيء طبيعي انه للاسف نرمي النفايات بالشارع انه غلط. صحيح. وخلص جاء العامل يشيلها، عطوا فلوس وانت الموضوع. لا بد نعود أنفسنا، لأنه هذا يا أخي جزء من ديننا. الدين الإسلامي ليس فقط صيام وصلاة وانت الموضوع، لا. نعم. الدين نعم. الإسلامي أيضا ممارسة يا أخي، إمارة الأذى عن الطريق صدقة، وهي جزء من الإيمان يا أخي، هذا من الإيمان أنك تشيل الأذى عن الطريق صدقة. وحتى يعني من الجانب الإنساني يا أبو حمد، حتى من الجانب الإنساني، يعني في خلفك ناس تعمل يعني. للأسف هذا بس النقطة الأخيرة بقولها يا أبو خالد، وأتشرف بالمشاركة اليوم معك. للأسف أنا أقول قدام عيني بالحج العام الماضي، واحد يمشي حاج وهو يعني يؤدي شعيرة عظيمة، ركن من أركان الإسلام، وهو يمشي أعزك الله برميل الزبالة جنبه، يرمي ما أدري كان يشرب شيء أو ما أدري، يرمي النفايات على الأرض جنب الزبالة. منظر كان مستفز لي على الآخر يا أخي، وتشوفها للأسف، أشوفها بالحج قدامي برميل النفايات فاضي والأوساخ حوله. يعني أنا ما أبي أي تصرف هذا. طب أنت تؤدي شعيرة عظيمة اللي هي شعيرة الحج، خامس ركن من أركان الإسلام، يعني أقل شيء خل أيضا تصرفك ينعكس على أدائك للعبادة.
ولكن هذا غلط وعسى الله يهدي الجميع يا رب. نعم أكيد طبعا تصرف ما نرضاه لو كان في أي مكان آخر، فما بالك لو كان يعني في أعظم بقعة في الأرض وأثناء يعني تأدية أحد أركان الإسلام، أكيد ما نرضى. وفعلا يعني إذا كان عندنا مثل هذه الناس يعني أكيد أنك أنت تحتاج للعمالة، فأنا أعتقد دائما المشكلة تبدأ في إصلاح النفس، كل واحد يبدأ بنفسه وإن شاء الله بإذن الله يعني الوعي زاد كثير في المجتمع وإن شاء الله بيزيد أكثر وأكثر. كان معي عبد المجيد الطاسان أبو حمد زميلنا، طبعا عبد المجيد الطاسان هو مذيع أحد البرامج، مذيع برنامج القوافي. عبد المجيد يعني للشعر عندك عالمك الخاص في الشعر عبد المجيد. أكيد هذا طبعا شيء هواية لي وأعشقه يعني من زمان وشرفي، بس للتنوية أبو خالد لأني أنا حبيت أنوه، أنا حاليا أكلمك أنا متوجه لمركز الرياض الدولي لمعارض المؤتمرات لحضور العرض الأخير للمسرحية تومورو، المسرحية الكويتية طبعا مسرحية موجهة للأطفال والحضور للعوائل والشباب. فأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى متوجه هناك، لكن شرفت بإني أكون جزء من برنامجك اليوم وشرف لي. الله يطول بعمرك يا أبو خالد. الشرف لنا عبد المجيد، وأكيد طبعا إن شاء الله أتمنى لك مشاهدة ممتعة لهذا المسرحية ولرايح المسرحية هذا. شايف عبد المجيد الطاسان الله يعينكم عليه. بتحب على لما يقولون بتحبونا من نظرة. ها يا أبو حمد ضبطتك. الله يطول لي عمرك يرفع قدرك أخوي إبراهيم أبو حمد حياة أخو عز وغالي. الله يعطيك العافية. عاد مدحتني. الله يعافيك، شكرا لك. شكرا لك عبد المجيد. ها مخرجنا نطلع فاصل ناخذ اتصال. يلا ناخذ اتصال نقول له. اخوي ابراهيم حياك الله. ابراهيم الو. الو هلا وسهلا، انت على الهوا حبيبي. الو هلا وسهلا حبيبنا، انت على الهوا، تعرف عليك. هلا والله معك ابان جيراني حبيت اشارك في البرنامج. اسمك الاول ايش؟ نعم اسمك الاول. ابراهيم الزهراني. ابراهيم الزهراني. ابراهيم انت معنا على الهواء في تكاتف. ابراهيم كنا نستفسر من المستمعين نقول هل انت مع ان الواحد يقدم مبالغ ماديه للعماله؟ اذا شفت واحد من العماله عند الاشاره او في الشارع، هل انت من الناس اللي تعطيه مبلغ مادي اذا كان في جيبك على ما يقولون فراطه؟ والله شوف المساعده لا بد منها، بس انا في هذا النوع انا قلت هذه الاشياء، بس المساعدة تكون عبارة عن يعني إغراق، تكون موية أو فواكه أو عصير زي كذا، أما مبلغ مالي لا، لأن مبلغ وفي أشياء تقدر إنك تتبغى على زي الجمعيات زي المحتاجين، تكون لها يعني هدف صحيح، في لها قنوات رسمية. نعم نعم جميل جدا إبراهيم، يعطيك العافية حبيبي إبراهيم، شكرا على التصوير. الله عزيز. طيب هاي أبو حكيري يلا اتصالي بعد نقول له. هلو مساء النور. هلا سيد إبراهيم. يا مساء النور، حياك الله اختي فهيدة صحيح؟ ايه معك فهيدة. حياك الله يا فهيدة. هاي يا فهيدة. والله شوف يعني العمالة على قولك فاضي، يعني احنا نعطيهم الفلوس بس ها والله اننا كثير يعني يقولوا لا لا تعطونا، ما اعطوا جمعيات خيرية ولا اعطوا شخص يعني تعرفونه يعني احسن من ما تعطي هذه، يقولون لانه يعني يمكن حتى لو ما كان محتاج يعني يبغى يعني بالتسوي. نعم. يقولون حاجة يعني سلبية صراحة، كنا نعطيهم والله الفراطة نعطي يعني داي. صحيح أنا فهد أتفق مع الناس اللي قالت إنه والله يعني أراء جميلة اليوم، إنه والله أخذه معي المطعم، إذا كان في المطعم أشتري له أنا بنفسي أكل، والله كان معي أكل زايد، كان معي موية عصير أعطيه. لكن أنا صراحة يعني ضد أني أعطي العمالة، مع أنه سبحان الله بعض المرات القلب يلين يعني ما تقدر بعض المواقف، لكن يعني للأسف يعني أن كثير من الناس قاعدة تعطي وتولد عند العامل هذا شعور في أنه هو كل مرة يجي لازم يأخذ. فأعتقد أنه حتى صار في قانون مكافحة التسول يعني تولى هذا الموضوع، فعشان كذا الواحد يكون حريص. شكرا لك يا فهيدة يعطيك العافية. يلا اتصال أخير نقول له. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبي، تعرف عليك. الله يحييك حبيبي. تعرف عليك اسمك بالخير. معك أحمد. أحمد حياك الله أحمد، وين تكلمني أحمد؟ من جدة. من جدة حياك الله أحمد. أحمد رأيك في الموضوع أحمد على عجالة عطين. وهو في النهاية يعني يرجع للشخص نفسه، بس أنا من وجهة نظري أنه مثلا كمال النظافة الواحد يعني بيحط نفسه مكانهم، يعني حتى ولو بيستلم مثلا راتب يعني 400-500 ريال ما يعني جلسة الشمس هذه لحال يعني تحرق الواحد من جواته، فالواحد يعني نفسيا ممكن بيتعاطف معهم، ممكن مثلا ألاقي مثلا واحد شاب لا ما بعطيه مستحيل،
او انه مثلا في طفل ولا واحد بحاجه ما بعطي له ماديه، ممكن اجيب له كرتون مويه ترزق الله فيها، ممكن اجيب له مبلغ معين اشتري له حاجه فيه بيبيع فيها مو مشكله. اما انه اشوف مثلا واحد يعني باستطاعته انه يشتغل وكل حاجه لا ابدا ما بعطي له. من ناحيه عمان النظافه لا بساعد معهم بتعاطف معهم لانهم بامانه يعني انا اشوف انهم يستحقوا بامانه. طب احمد اللي يجيك بعض المرات يجيك واحد مثلا معاه ماي يبيع لك الماي يقول لك اشتري مني بريال. لا انا ادعمه ايوه اشتري من عنده. أي انت ما عندك مشكله معنا مع لا ما ابدا ما عندي اي مشكله. احسنت احسنت، شكرا لك احمد، سعيد جدا بتواصلك ورايك اكيد محل احترام وتقدير. طيب اعتقد احنا وصلنا لختام حلقتنا في برنامج تكاتف، هذا البرنامج يبث كل اسبوع يوم الاثنين من الساعه 7 الى 8 مساء، نتحدث فيه عن البرامج الانسانيه التطوعيه الخيريه، عن مثل هذه الامور، عن مثل موضوع اليوم، يعني نتحدث عن الامور اللي تصب في النهايه في مصلحه خلينا نقول اعمال الخير او الاعمال الانسانيه. كنت معكم انا ابراهيم الدوسري، كان معكم في الاخراج ابراهيم العكيري، كان معنا ضيف الحلقه زميلنا الاستاذ عبد المجيد الطاسان مقدم احد البرامج اللي هو برنامج القوافي على اذاعه الف الف اف ام. عدد من المتصلين شاركوا معنا يعطيهم العافيه، الناس اللي تفاعلت معنا وصوتت في تويتر على طاري التصويت. خلينا نذكر النتيجه النهائيه، خلينا نشوف كم وصلت النتيجه النهائيه للتصويت اليوم، اللي هو يقول هل انت مع تقديم مبالغ ماديه لعمال النظافه بالطرقات اللي هي الافراط الصرف اللي يكون في جيبك الواحد تضيعه؟ 70% لا زال التصويت 70% ما تغيرت النسبه، يقولون نعم، 30% يقولون لا. يعني شعب فعلا معطاء، يعني كثير من الناس وكثير من المتصلين يقولون والله انا ما عندي مشكله اعطي، لان في النهايه الواحد يعني خلينا نقول قلبه يلين، خصوصا مع المواقف ومع الاجواء اللي تصير والظروف اللي تصير. طيب اعتقد وصلنا لختام الحلقه ابراهيم. نعم وصلنا لختام حلقتنا، طبعا ابراهيم المذيع وابراهيم المخرج، يعني اعتقد اجتمعنا اليوم كلنا في هذا البرنامج، دائما ما نجتمع انا وابو خليل في برنامج واحد، وهذه من اسعد اللحظات مخرجنا. طيب ذكركم بحسابنا على تويتر، الناس اللي حابه تقترح مواضيع او ضيوف لحلقات قادمه، حسابنا على تويتر ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا إبراهيم الدوسري، هذه تحياتي من استديوهاتنا في الرياض، في أمان الله.